السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك في هذه الليلة السعيدة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين يا الله رب العالمين. أيها جمهورنا الكريم، في هذه الليلة السعيدة نحن نتصدر أمامكم بعرض المناظرة العلمية تحت عنوان التعليم المنخفض سبب من أسباب الفقر. والآن بدون أن أطيل الكلام، هيا نبدأ هذه المناظرة بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها جمهورنا الكريم، هيا بنا ندعو جميع متناظرين واحدا بعد واحد. نتشرف بدعوة المتحدث الأول من فريق الموالاة، أخينا الكريم أحمد صقر من دار اللغة، من دار اللغة والدعوة. أيها جمهورنا الكريم، فعليه فمهجورا مشفوقا بتشفيق. ثم المتحدث الثاني من فارق الموالاة، أخينا الكريم محمد رزق الجمال من أردن، فعليه مشفوقا بتشفيق. ثم هيا بنا ندعو جميع المتناظرين من فريق المعارضة، من المتحدث الأول خينا الكريم فرحان من مصر، فعليه محجورا ومشفوقا بتشفيق. ثم متحدث الثاني من فارق المعارضة، أخينا الكريم صفا من اسطنبول يونيفرسيتي، محجورا فعليه مشفوقا بتشفيق. نعم، الآن هيا بنا نبدأ مناظرتنا في هذه الليلة السعيدة بدعوة المتحدث الأول من فريق الموالاة لإلقاء الخطاب، فعليه فليتفضل محجورا ومشفوقا بتشفيق. ومجلس التحكيم العدل والنزاهة وجمهورنا الكريم، طيب الله أمور أوتاكم. غاياتنا وأهدافنا لرفع قرار مجلس بأن يؤمن هذا المجلس
أن التعليم المنخفض هو سبب من أسباب الرئيس الفقراء. بهذا الأسباب الحجة والعدلة والبراهن إلى سوف نطرح لكم بعد قليل. جمهورنا الكريم، فأنا كالمتحدث الأول سنتناول البحث بالمحورين، الأولى من محور التربوي، الثاني سنتناول من محور السياسي. لكن أبدأ من التعريف الناس للقضية. أن التعليم بمعنى يعلم إذا الذي لم يعلم، ويلقن من الواحد إلى أحد، من المدرس إلى طالب. التعليم التربوي جزء لا يتجزأ من الاستقبال الغد، فطبعا المستقبل الباهر. من ناحية التربوي، أن التعليم جسر يسيلنا إلى مكانه السامح. نحن وجدنا عن المكان السامح بعين التعليم والتربوي. مداخلة، تفضل. مداخلك بسرعة. ولا أستبعد أن تكون فريق المؤلف بعيد عن الصواب، بل تستند إلى سدود الأقوال، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له هذا من النظر. طيب، شكرا على مداخلتك. هذا تصرف الحكم على القضية التي نحن بصددها الآن بسبب من أسباب الفوضى الفكرية. إن لم يكن العميل الرئيس فلا عجب أفرد من فريق المعارضة يتحولون، وبالتالي يقعون في تناقضات بينهم البين، وهذا تقوق على مثال الدق. وبالتالي الموقف المتزمت الصادر من فريق المعارضة إن لا على شيء، فإنما يدل على ضعف الإدارة للقضية. ولذا شكرا. فيرجو منكم أيها جمهورنا الكريم أن يوقف موقفنا، لأن موقفنا حق على حق وحجتهم على باطل. فالحق دائما لجلج أبلج، والباطل دائما لجلج. شكرا، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كثيرا للمتحدث الأول من فريق المؤلف، ثم يرجعنا إلى المتحدث الأول من فريق المعارضة، فعليه فليتفضل محجورا مشفوقا بتشفيق. صبوح اليوم رجال الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر للأرباب الهجاء، وحط عنهم من سماء الأهل كل الهجاب من سحاب الجهل. أما بعد، زملاء من فريق المعارضة وأصدقاء من فريق المؤلف ومجلس التحكيم العدل والنزاهة والمقدم البرنامج، طيب الله أوقاتكم. غيابنا وأحجابنا للإسقاط القرار المجلس بأن التعليم المنقبض هو الأسباب الرئيسة للفقر، وهذه الأسباب والحجة والبراهين والأدلة التي سوف نقرأها لكم بعد القليل. أيها الجمهور الكرام، نحن من فريق المؤلف سنتناول البحث بالمحورين. فأنا أتحدث الأول، سنتناول المحور من التربوي، وثم يستمر إلى الأخير المتحدث الثاني من الاقتصادية. ولكن أبدأ بالتعريف، لأن النفس القضية التعريف
هو الإبارة القليل التعليم أو التعليم ولو قليلا. الشباب هو الإبارة الجزئي الذي يؤدي إلى تعيش بريئة البدعين. اسمعوا لنا أيها الجمهور الكريم أعضاء البرلمان أن أسلط أعضاء على الجزئية لما سنعكسه لاحقا بصفاة الأرضية هذه المناظرة. أيها الحاضرون اعلم أن التربوية والفقراء كالأخ الشكل الذي توصل المسألة في الدولية الإندونيسية والتربية لا يعين نجاد الشكل في المستقبل. مداخلة هذا تقوك على مثال الدق وبالتالي الموقف المتزمت الصادر من فريق المعارضة إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإدارة للقضية. شكرا يا أخي. فلزيما على كل من له الأدنى المسكتي أن يفرض هذا الغايد لنتردد هذا المثل خلافا للموقفين الذي دائما تعزيزه بالمثل البعيد. فنرجو أيها الحاضرون الموقفنا موافقا لأن هجاتنا على الحق وهجاتهم على الباطل. والحق دائما أبلج والباطل دائما لجلج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كثيرا للمتحدث الأول فريق المعارضة ثم يواجه إذا متحدث الثاني من فريق المعارضة فعلم فليتفضل محجورا مشفوقا بتشفيق. لو كانت الدنيا تنال بفتنة وتهيأ النبوة على المراتب لكنها ما إرزاق قدر قسمة بفضل ملك لا دخل الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملاء فريق المعارضة وزملاء فريق المعارضة وبدي تسلم على الأولاد النجاح ونقدم البرنامج الجميل. بياتنا وأهدافنا لربي قال المجلس بأن التعليم المخاطب سبب من أسباب رئيس الفرق وهذا بأسباب الفتة والدراهم والأدلة التي سوف نطرح لكم بعضنا جمهور الفريق. قد جاءت مسألة البحث أريد أن تفني بالفتة من فريق المعارضة جمهور الكريم ومن ثم نفهم سوق هذا الرأي من الاعتبار وبعده من أرض الواقع لأنه في الحقيقة موقف الأداء من فرق ولم نصل إلى أي دليل. وإن سلمنا أنه الدليل تسليما جدليا فإنه أشبه ما يقول بالكتاب غير حد وقليل. طيب بداية الباسات قال البروفيسور دكتور عمر سليم سبب من أسباب الفقر إفاق مستوى التعليم. هذه المشكلة أنصر قليل وشغلة مداخلة فلزاما على كل من له الأسكان من المسكت أن يفرض هذا الغائد لتردد هذا المثل. شكرا يا أخي. شكرا على ما هذا يا نحن على يقين من أن نتداول مشكلة جديدة وسيتأكد جراء هذا الجمهور بالتفكير والموقف الخاطئ جياد هذه القضية من قبل المعارضة. هذه المشكلة تكتب على حكومة يسرى سهولة التربوي استخدام التربوي اندونيسيا يقوم فوضى الجمعية يزيل الجمعية الإسناد الذكي والمهر ويكون كذلك فرفع فقط التنافسية ورفع الاختبار. التربية مهم جدا
لأن أنفي من هذا المهد إلى إزاز ويكون لا تملك مهنة لا يمكن النجاح. نعم صح وجدنا الإنسان خاصة تربوي وهي النجاح، ولكن هل يعصر من المرعوف في التربوي؟ لا، لا تعتاد الأقوياء بنسبة الأقوياء حتى وإن كان هو أبرز. جمهورنا الكريم، خلاص انتهى الوقت، فنرجو جمهورنا الكريم أن يقفنا موقفنا، لأن حجة على الحق حجة على الباطل، فالحق دائم أبلس والباطل دائم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للمتحدث الثاني من فريق الموالاة. ثم يبنى نستمر إلى المتحدث الثاني من فريق المعارضة، فعليه مشفوق المتشفيق. إن البكاء هو الشفاء من الدواء بين الجوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان محيا الرشاد. أما بعد، غايتنا وأهدافنا لإسقاط قرار المجلس بأن التعليم المنخفض سبب من أسباب الفقر، وهذا بالأسباب البراهين والحجة التي سوف نطرح لكم بعد قليل. هذا من كبار الفرق أن يقف موقفنا، لأن حجتنا من الحق وحجتهم من الباطل، لأن الحق دائما أبلد والباطل دائما كان زهوقا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كثيرا المتحدث الثاني من فريق المعارضة. قد سمعنا المتحدثين من فريق المعارضة ثم الآن يأتي دور الخلاصة. الخلاصة من فريق المعارضة أولا، فعليه أن يتفضل مهجورا مرفوقا بالتشكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنلقي عن الخلاصة من فريق المعارضة، يعني لأن التعليم المنخفض ليس سببا من أسباب الفقر، ولكن نعم صح أن التعليم أمر مهم لنا لكي نكون سعيدا ونجيحا في المستقبل، ولكن الحقيقة هو لا يزال هكذا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم الخلاصة الثانية ستأتي من فريق الموالاة، وعليه فليتفضل محجورا مشفوقا بالتشفيق. زملائي من فريق المعارضة وأصدقائي من فريق الموالاة، سألك لكم عن الخلاصة بأن الموضوع التعليم المنخفض سبب رئيس الفقراء. الخلاصة من فريقنا الأول، شيء أكبر بداية من التعليم من التربويين، شيء أصغر بداية من التعليم والتربويين. والتعليم أيضا يرصد على نصر من الأسفل إلى الأعلى، من الأحمق إلى شيء متفخر. والتعليم والتربويين يستطيع أن نفرق بين الباطل والحق. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الجمهور الكريم، الحمد لله
قد انتهى هذه المناظرة والآن فليتفضل لجميع المتنابلين من فريق الموالاة من فريق المعارضة الآن أن يتصافحوا فيما بينكم وانصرفوا من المنصة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.